حبيبي. وصلنا لسهم هوا وبسرعه حنفرجيكم لعبتنا الجميله وبعدها حنشرح لكم القوانين. منورنا، اهلا وسهلا فيك اديب، ميرسي. هيدي هي لعبتنا، لعبه بسيطه جدا. المطلوب من كل متسابق انه ينشن سهم الدارس بماسوره النفخ اللي معه على دايره الهدف المحدده. حيكون معكم اربع محاولات فقط، حنجمع النقط من على الدوائر اللي جبتوها، صاحب اكبر عدد من النقاط هو الكسبان. وطبعا في قرعه، حنبدا مع بعض القرعه. احمد السقا حتبدا، والدوائر عليها ارقام طبعا. اتفضل استاذ وليد لو سمحت، واكيد حنشوف الرميه الاولى مع احمد، وهيك حناخد الفيلينج تبع اللعبه. يعني بصوب من وين؟ من هنا؟ هنا كده؟ اول ايه، برافو برافو. وين؟ سبعه. برافو احمد. استاذ وليد الرميه عندك. عايزين نفخة الناي بقى. نفخة موسيقية كده. اوه هارد لك. هارد لك، مش مشكل، مش مشكل. نو no بروبلم. أنا عارف أحمد هيكسب، أنا عارف. لا ما فشل يا أستاذ، أنت اللي بتكسبني بمزاجك. يلا، هلا الدور لأحمد. بدها نفس قوي هاي. ايه ده؟ سبعة كمان، سبعة مركز، سبعة سبعة بقى عندك. نقطة أحمد وأستاذ وليد ولا نقطة ودي؟ رمي الثانية عندك. ده أنت خبير في النفس. يستخدموها لتخدير الحيوانات. أستاذ وليد لو جبنا النص 20 نقطة وقفلنا الجيم كده بسرعة. هلا 14. اوه خمسة. خمسة، بقينا 14 لأحمد وخمسة. أنا تعلمت منه. إيه برافو. هلا بعد عندك، أنا بعد محاولتين. هي زي نفخة المزمار. أيوة فكرة. هنا. أيوة صح، بالخدود. أنا ما كنتش عارف الخدود. المزمار البلدي صح. أحمد المحاولة الثالثة عندك. أنت عندك. تسعة. حلو. حلو. برافو، صرت 23. استاذ وليد عندك خمس نقط والرميه عندك. هلا انا غلبان، انا غلبان. ثالث رميه لاستاذ وليد، لنشوف السهم حيروح فين. لا العكس يا استاذ، بدنا 20 مسيو وليد. يلا قوي. ايه ده؟ واو. فين؟ خمسه برضه. خمسه كمان. شو مشكلة الرقم خمسة؟ خمسة وخميسة. خمسة وخميسة عليك طبعا. خمسة اكيد. خمسة وخميسة يا عيش. انا عندي كام؟ بدي اخر محاولة. ايه انت عندك 23. دي اخر محاولة. هيدي اخر محاولة. يلا دي اخر محاولة. احمد اذا بتجيب 8 او ما فوق بتكسب. واو برافو برافو برافو. وكسب السقة معنا ب 32 نقطة. تفضلوا رح نشوف السكورات مع بعضنا.